مرحبا طلاب الأعزاء، سوف يكون حرفنا لهذا الأسبوع هو حرف العين. إذن هكذا يكون شكل حرف العين. الآن سوف أقوم بقراءة بعض الكلمات التي تبدأ بحرف العين. انتبه جيدا عزيزي الطالب إلى لفظ حرف العين حتى تكون طالبا مطلعا. عود، عود. ع عصير، ع عندليب. علبة، عنب، عسل. إذن هذه هي الكلمات التي تبدأ بحرف العين. الآن سوف أقوم بقراءة نص القراءة الموجود في كتاب اللغة العربية. هنا عليك أن تجد الكلمات التي يوجد فيها حرف العين. أعمى في الشارع، اسم الدرس. رأى سكر رجلاً أعمى يحاول أن يعبر الشارع. قال سكر: انظر يا عم. أسرع سكر إليه وساعده. إذن سكر رأى رجل أعمى يحاول أن يعبر الشارع، قال له: انتظر يا عم. أسرع إليه سكر وساعده. إذن كلمة أعمى، أعمى. أعمى هو الإنسان الذي لا يرى بعينه. يعبر، يعبر، العين في وسط الكلمة. الشارع، الشارع، هنا العين آخر الكلمة. عم، عم. ساعده، وكلمة أسرع. هنا عليك أن تقوم بتركيب الحرف مع أحرف المد الطويل. ع، عو، عي. وهنا عليك عزيزي الطالب أن تقوم بكتابة حرف العين في أول الكلمة وحرف العين في آخر الكلمة. أول الكلمة مثل كلمة عسل، وآخر الكلمة مثل كلمة ضفدع. وهنا سوف نقوم بتوصيل الصور مع أشكال حرف العين. عنب حرف العين في أول الكلمة، ضفدع حرف العين في آخر الكلمة، كعكة حرف العين في وسط الكلمة، شمع هنا حرف العين في آخر الكلمة. لحرف العين إذن أربع أشكال. هذه هي الكلمات أيضا: عسل، عنب، عصفور، راعي، عاج، وعود. أيضا سوف نتحدث عن كيف تشعر اليوم، عن المشاعر. هل أنت غاضب؟ هل أنت حزين؟ هل أنت متحمس أم خجلان؟ وسوف يتحدث كل طالب عن شعوره في هذا اليوم. إذن هذا كل ما لدينا عن حرف العين. شكرا لكم وإلى اللقاء.